مرحبا بكم في لابارتي روت نتاع الفيات 500L. هنا قلنا احنا سيون فاتور دو فامي، سيون فاتور فاميليال. الموتوريزاسيون ان لتر 4 95 16 في 84 شوفو. هنا اللي نشوفوه هو بالنسبه لل ان غرو عندك ان كومبورتمون روتيي اللي هو نورمال عادي. هنا لا هوتور دو كيس تاعتي اللي هي ما تنجمش تكون ديناميكمون معناها اكسبسيونيل، سا نونبيش بالنسبه للفيا بور وكل وفير دو لا روت بها اون فامي ولا حتى وحدك وكل اللي تري اللي تري زاغريابل. في حاجه بركه هنا تسمعوا في الحس معايا، دونك حس الموتور. الموتور هنا انا تبيك ا دومي تور مينوت. بون هنا تروزيام هوب فوالا كيس صغيرون، اون في اتونسيون شوي فيراجات. دونك هنا اللي باش نشوفوه هو لتاجمون دو بواط غريب الاطوار، بريسك لي رابور كلهم تسمع فيهم الموتور. يعني هنا 2200 تور مينوت تسمع الموتور. اللي نفهموه هو شنو هنا، هنا الكاليتي نتاع الناسيوناليزاسيون نتاع البلوك موتور ماهيش حاجه عظيمه. دايور برا نخليكم ملي تعملوا طلع على الموتور ونرجع نكمل نحكي لكم الحكايات الاخرين. دونك بعد ما طليتوا على الموتور نعاود نكمل نرجع لكم. دونك الموتور بوات خاطر هو سي ان كوبل، واللي هو احنا حكينا عليه اللي واحد ما نجم يكون ما ننجح واحد كان كي الاخر معاه يتبعه واوموجين معاه. هنا تسمعوا شفت هنا تدخل عليه كوندوي سبورتيف الوغ كان راهو في 3000 تور مينوت. هذه هي هذا لو سول بوان اللي بالحق معناها في او نيفو روت اللي بالحق كان اون تاش معناها اون تاش نوار، على خاطر هنا تو تصوروا معايا في اوتوروت وانت تمشي ومع العلم اللي هي فيها ريغولاتور دو فيتيس وفيها ليميتاتور دو فيتيس و اللي تري اغريابل وكل بور فير دو روت. اش تعطيك اللي هو تلمون يعمل حس الموتور اللي انت تولي الحكايه تولي ما عادش تفهم معناها شنو تعمل بالضبط. هنا عندنا اون بواط سي رابور توي تونتي باش تعدي لا سيزيام، سوف كو ثم ام تي سوسي اللي هو شنو هنا لو غابري تاع الكهرباء. هنا ببري البوا في 1300 كيلو والغابري تاع الكهرباء كبير، دونك بالنسبه للريزيستانس للريح موجوده ريزيستانس كبيره. يعطي اللي هو وقت اللي تعدي انت لو سيزيام رابور وتتعدى هي تقعد في تولي تخدم في زعما في ان ريجيم مرتاح اللي هو كما نقولوا 2200 تور مينوت ولا 2500 تور مينوت. اللي يعطيك اللي هو اول حاجه تعمل الحس، هي تقعد كمان تعمل الحس ونقولوا احنا نحملوه الحس هذاك. سوف كو معناها اللي هو مينيموم نقولوا احنا 2200 تور مينوت. سوف كو ثم بروبليم لانيت 495 شوفو اتموسفيريك باش يعطيك البويسونس الفوق في 4500 و 5500. دونك باش يجرى والكوبل زاد الفوق في 3500 مينيموم معناها باش يطلع الكوبل ماكس. اللي باش يعطيك اللي هو كيف تبدا في اوتوروت وكل وتجيك حتى صعده صغيره هنا الريجيم موتور هذاك ما يسمحش اللي هو ثم اسي دو كوبل باش انت تلقى روحك تسوق معناها تمشي عادي معناها ما عندكش مشكل. دونك باش يجرى اللي انت وحدك باش تطيح للسانكيام باش تولي دونك تونتي باش تعيش بالسانكيام، تقعد تعيش بالسيزيام باش ترتاح الموتور وترتاح مخك وكل من الجوجمه تولي تعيش بالسانكيام دونك اكثر جوجمه مي تو غوتخوف اكثر كوبل وتنجم معناها وتنجم تسوق عادي معناها ما تقعدش تتمرج. باهي هذا بالنسبه للكوندويت سوغ اوتوروت. هنا باش تقولوا لي اللي هو ماهيش كان هي ماهيش ديدي 100% اوتوروت، صحيح هي ماهيش ديدي 100% اوتوروت، ديدي فيل وكل وباش والحاجه اللي هي باهيه هي الفلكسيبيليتي ولا الموتور اللي تبعك ديما الريجيم الكل اللي تبعه وفي ابا ريجيم تخدم ترجل امورها. سوف كو في صعده صغيره في حاجات وكل توي تونتي باش تتعدى للدوزيام باغ اكزومبل ولا للتروازيام وقت تطلع تمشي للرابور هذوما باش تعطي البون كوبل باش تولي تطلع في الريجيم دونك باش ترجع تعمل في الجوجمه. دونك هنا
الكلمه اللي لازم نفهموها في الموضوع هذا الفكره هي اللي يلزم معناها الحس نتاعها يلزمك تستانس بيه وما يلزموش يقلقك. سي لو سول انا حسب رايي سي لو سول ديفو في لا كونديت سو روت. هنا بالنسبه للكومبورتمون والبريسيزيون تاع الديريكسيون وكل الي تري بيان ما عنديش حتى مشكل في الموضوع هذا سوف في البوان هذاك. باش نتعداو توا للبارتي اللي بعد اللي هي توا انت كي تسوق وكل ونحكيو على البوات اللي تجمع دو بوات والموتور وكل باش نحكيو على لا كونسوماسيون. كما كي قلنا احنا فيسع انت الريجيم اللي هما واتين ما يعطيوكش لو بون كوبل دونك انت باش تطلع في الريجيم تولي تونتي ديما باش تاكسيليري كوا. فهمت هنا دونك الكونسوماسيون كما شفتوها في الانتيريور راكم شفتوا الانديكاتور راكم تراو في اون بتيت سيكونس 6-8 هذه سي معناها نورمالمون الكونسوماسيون هذه كبيره برشا اش معناها مش برشا هي معناها غولاتيفمون للموتوريزاسيون والسوقان اللي انا سوقتها به ماهيش ما تنجمش تكون الكونسوماسيون هذيك ما اصلاش قدنا كيك اصلا نورمالمون 5.5-6 مع العلم اللي 6-8 هذيك بالحق معناها فيها برشا اكسترا اوربا اللي هو جو الكهرباء هذه. دونك الكهرباء هذه في الحقيقه حسب رايي انا معناها جوها 80-90 ولا وست بلاد قضيه وحاجات وكل اللي تخيز غيابل على خاطر كما قلنا الاسباس ابور والفيزيبي وكل البارتي فيتري وكل باهيه برشا سو كي في اللي او فون معناها اوتورود بار اكزومبل تضرها في الكونسوماسيون وتحطها في موقف اللي هي تولي معناها تاكل برشا وتولي انت تتقلق منها معناها تولي ماهيش معناها ما عادش عندك فيها ثقه في السوق. باه هنا نشوفوا لي بار اكزومبل انا دابيك 5 نمشي 70 2200 طول مينوت اللي هو باهي مي نورمالمون في 5 في 70 نورمالمون اقل من هكا الريجيم. باهي نمشيو لحاجه اخرى باش نجمو تقارنوا 4 باش نمشي 70 زاد كيف احنا لحظه احنا طريقه في هابطه دونك ما نجموش نفهموا الريجيم موتور بالراس بالضبط سبعين 2750 طول مينوت اللي هو برشا كاتريام نحكي وراه فهمت معناها هناك نعدي تروزيام تشوفوا معناها طب اكزومبل انت باش ترلونسي بار اكزومبل تعدي تروزيام تحب تطلع ل 80 تسمعوا حس الموتور 4000 طول مينوت معناها اللي هو ان بو بيزار معناها انا لو سول تروك اللي طبيعي في بالنسبه للبارتي موتور بوات اللي حسيته غريب هو لاسبي هذا نتاع الريجيم موتور وليتاجمون دو بوات مع العلم اللي هو توا هي في الحقيقه نشوف هنا قاعده تقول لي شيفت طبعا 5 70 قاعده تقول لي امشي 6 اللي هو معناها هابش نمشي 6 هنا جو سوي 1800 طول مينوت 70 مشيت 80 خاطر هنا لا فيتيس 80 في الترونسون اللي انا فيه اللي ادو 2000 طول مينوت سوف كو ثما ان سوسي هو شنو هو كان تحب انت تو غولونس ما تنجمش على خاطر في تلمون ريجيم طايح والبويسونس والكوب للفوق معناها في ال 3500 وال 4000 اللي انت تلقى روحك اللي هي معناها راق ترقد الكهرباء حتى شي وانت تستنى فهمت حاط يدك على خدك وتستنى فيها باش تطلع للريجيم اللي به الفائده بون ابار هذايا بون مش لازم ما نجمش نقتلوها الكهرباء جمله هي اللي بيان الموتور باهي بالنسبه للليتر 4 سيس في 95 شوفو الكونسوماسيون اللي با اكزوربيتونت معناها ماهيش حاجه كاتاستروف مي بو ميو فيغ انا حسب رايي بالنسبه للبوات دو فيتيس وليتاجمون دو بوات دو فيتيس بو ميو فيغ مع نفس الموتور بالطبيعه نحكيو ولا لا ميم بوات فيتيس نتصورها اللي بوكو بلوز اغيابل كان جي جونغ ملتي اير الليتر 4 ملتي اير الليتر 4 توربو ولا حاجه هكاك تجي الحكايه تولي بالرسمي بوتابل فهمت علاش على خاطر تولي عندك الكوبل ابا ريجيم ويتنحاو المشاكل اللي حكينا عليهم هذوما حكايه لو مانك دو بويسونس لو مانك دو كوبل في البا ريجيم ما عادش عندك مشكل خاطر عندك التربو يكومبونس دونك انت من 2000 تور مينوت تبدا الكهرباء تنزل وحدها وتولي باغ اكزومبل سور اوتوغوت تولي اللي بوكو بلوز اغريابل وفرد وقت نتصور الكونسوماسيون تطيح حكيناها احنا قبل اللي هي بلو لا بويسونس تزيد في ان نيفو معين في اون كاتيجوري معينه بلو تلقى روحك اللي الكونسوماسيون تنقص علاش على خاطر تو سامبلومون لو كوبل اللي ديسپونيبل في الريجيم اللي واطين الي اسي سوفيزون باش يهز الكهرباء دونك انت تولي تبع ما عادش تونتي باش تاكسيليري
فهمت تولي تعيش تكسيري برشا والاكسلراسيون نعرفوا اللي هو معناها كي تحل انت البابيون نتاع الهواء معناها هذاك هو اللي باش يعطي اللي الكهرباء تاكل اكثر دونك الكهرباء خاطر باش تولي تسخايب اللي انت حاجتك باكثر بويسونس دونك تولي وحده تسيب الانجكسيون اكثر وتاكل اكثر. عندي ان اوتر بوين باش نحكي عليه جوست في فيات احنا ما جاتنيش لا بوسيبيليتي باش نحكيو عليه هو لا كونسوماسيون افيد. La consommation à vide, في الهبطة, par exemple, في الكهرباء هذية, la consommation à vide bizarre. علاش؟ علاش نقول bizarre؟ على خاطر, en fait, tout simplement, وقت تبدأ هبط في هبطة الكهرباء الكل يقصوا الانجكسيون زيرو, تولي la consommation elle est affichée à 0 litre 100. في الكهرباء هذي, bizarrement, في الهبطة, elle affiche 2 litre 100. اللي هو ما فهمتوش أنا شنو. بون نجمو نقولوا سي ان بوغ نتاع اورديناتور دو بورد باهي سوف كو جاتني الفرصه قبل باش جربت الفيات 500 باغ اكزومبل والفيات 500 سي لو ميم سوسي نفس الفينومين جرى اللي هو بال 2 لتر 100 هذه اللي نحكيو عليها معناها ما نعرفش اسكو هي معناها سي ان ريغلاج اسكو سي فغي 2 لتر 100 ولا لا بون ما نكذبش عليكم في لوتونومي اللي ما زادتش وقت اللي مشيت انا في الواحد معناها لوتونومي باقي قاعده تنقص في الهبطات هذوما نحكيوها خاطر انا مشيت من بون ديستانس وهي هبطه جبولات وكل ونورمالمون لوتونومي يا اما تقعد فرد بلاصه يا اما تزيد اخذ كونسوماسيون وقت باش تقص باش تولي لا كونسوماسيون موين تزيد تطيح دونك الكهرباء تفهم اللي انت تنجم تمشي اكثر دونك نورمالمون لوتونومي تزيد سوف كو ما جراش الفينومين هذا ما جراش اللي هو لاسا بونسي معناها يخليك تخمم اللي هو la consommation réellement de litre 100 معناها اللي هو un peu bizarre على خاطر انت وقت تبدا هابط en roue libre ولا zéro charge normalement تقص الانجكسيون هي ما ثماش علاش معناها باش تاكسيليري الموتور معناها باش ياكل ليسونس normalement يدور الموتور يدور بالفورس نتاع العجالي فهمت يقعد يدور ناتورالمون هكاك ليميت يعمل une consommation واحد كيما نقولوا رالونتي فهمت فوالا دونك في وسط البلاد بالحق اللي تري زغياب السيرفاس فيتري وكل تعطيك تخليك اللي تشوف مليح كل شيء تشوف بالكدا في لي مانوفر اللي تري زغياب على خاطر اكسيسيبل الشون دو فيزيون تاعك 360 الكل بريسك اكسيسيبل ما عندكش دي زون مورت لي بيلي موجودين برشا بيلي مي ماهمش ماهمش جوي ماهمش خشين برشا دونك ما يعيقوكش في 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 السوقان اكاو دونك ان غرو معناها ساتيسفي ولا لا نقولوا احنا على في اللي سي هذا انا باش نقول لكم اللي هي اي هنا عندنا دو زير باك فرونتو و دو زير باك لاتيرو نورمالمون سي ان بون كومبرومي فامي كوتيديان توصيل اولاد ماشي وجاي عادي حاجات سامبل بون باش تعمل بها لوتوروت وكل هاك تعرف شنو هما لي ديفو تعرفها من الاول ويزمها تكون الحكايه اوكازيونيل ما تنجمش تشريها باش تعمل بها ديما لوتوروت ولا باش تعمل بها نافات ولا حاجه هكا على خاطر لي بروي موتور وكل في الموتوريزاسيون هذه في البود فيتيس هذه نحكيها فهمت لي بروي موتور وكل ماهوش باش يخليوك اليز باش انت تنجم تبدا شيخ تعمل بها دلاغوت وانت ما مرتاح وكل في ليزولاسيون فونيك وكل فوالا سور سو الى اللقاء نتقابلوا دونك في دي اخرين والى اللقاء في اي سي واحد اخر فوالا.